مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوفوا معنا هذه سيده متزوجه على سنه الله ورسوله، تزوجت بواحد السيد تزوج بها مده 15 يوم وخلاها هرب عليها. كيف كتقول جابني حتى الدار البيضاء ولاحني من الطوموبيل. مرحبا لاله، عاودي لنا بالضبط. صافي جا لدارنا خطبني، ونهار الاخر خطبني مزيان، وداكشي درنا داكشي لي داكشي قسم الله، وداني دوز بيا 15 يوم وصافي. وجا وطلب مني شي حوايج شي حركات اللي ما قسمهمش الله، اللي محرمهم الله طلبهم مني وانا ما قبلتش، وتكرفس عليا وهددني وصافي. مني ما قبلتش انا جهزني في طوموبيلتو وجابني للزنقه ولاحني وبقيت في الزنقه. اختي عاودي لنا كيفاش تتعرفتي عليه؟ واش كنتي كتعيشي معاه يا صاحبي؟ لا عمرني ما عشت معاه، عمرني ما تلاقيت معاه. تعرف عليا عافي تما حدا الدار داز وشافني وعجبته. كنت عند اختي، كنت عند اختي. انا اصلي، لا انا اصلي من دكانة من حد ولاد عيسى. دكالية يعني عرفت تما وشافت تما. لا جيت عند اختي البير جديد وشافني عندها، ومشى صيفط امو وصيفط خواتاتو خطبوني، وفي الاخر جا معاهم هوايا ودرت فيه الطيقة وتزوجت بيه وتكاتبت معاه. وداك الشيء مشى دوز بيا 15 يوم وطلب مني شي، من يداني طلب مني شي حركة شي حوايج اللي ما محرمهم الله، انا ما قبلتش بيهم. صافي تكرفس عليا، جا من الزنقة ولاحني، هزني لطوموبيلتو جا من الزنقة ولاحني. قال لي كيفاش كنتي كتعيشي مع هذيك؟ قال لي 15 يوم ما كنت كنعيش معاه في الجاحم. جابني جابني قال لي حقا غاتمشي معايا عند القاضي. 15 يوم راكي مازال عروسه. غاتمشي عند القاضي تقولي ليه انا ما باغا نطلب الطلاق من هذا السيد، ما باغا منه حتى حاجه. انا قلت ليه لا ما يمكنش ليا نسيني لك على الطلاق بلا ما ناخذ حقي. صافي صافي وجابني صافي وخلاني بالزنقه وزاد، خلاني بالزنقه وزاد، خلاني بالزنقه وزاد، ولقاتني ولقوني على الناس كنرقد في الزنقه ونبات في الزنقه، ولقوني واحد لقوني الناس يعطوني ناكل. كيفاش كان كيتعامل معاه؟ قلتي لنا بانه جا طلبك من والديك. اه طلبني من عند اختي. وليد ما خرجت معاه، لا ما تعرفت عليه ما حتى حاجه. جا ما عرفت شحال سيمانه ولا شناهي باش خطبني، ولا ما كاملاش كاع، وجا دار معايا داكشي اللي قسم الله وداني. داني دوز بيا 15 يوم وطلب مني شي حركات اللي محرمهم الله، انا ما قبلتهمش. صافي وهزني جابني بالطوموبيل. من دكاله؟ من بير جديد. من بير جديد جابك من ولاد سعيد البير جديد. من ولاد سعيد جابني البير جديد لاحني في الزنقه. كيفاش تلاحق؟ عطاني اتساع تلقي راسك اشنو بالك؟ قال لي طلقي، قال لي نعطيك براتك، اعطيني نعطيك براتك، وانتي من غنديك عند القاضي دابا غتقولي لي هاد السيد ما بقيتش باغاه، ويعطيني براتي وما نطلب منه حتى حاجه، ما باغا منه حتى حاجه. قلت لي لا باغا حقي تعطيني حقي، علاش كيفاش انا ما دايره لك حتى حاجه؟ كرفستي عليا وطلبتي مني شي حوايج اللي محرمهم الله وانا ما قبلتهمش منك. صافي وهو خليني في الزنقه، خلاني في الزنقه حطني وزاد. مني قلت ليه بحال هكا حطني وزاد، كفر على طوموبيلتو وزاد. صافي ودعت هاد الزنقه ما صرت عاد ما نبات عاد ما ندخل، ولقاتني ناكل ويجيبوا لي العشاء في الزنقه وكل شيء، وجابوا لي الماء. شحال وانت في الزنقه؟ دابا تقريبا شي جاية شي 6 شهور، 3 شهور دابا، 3 شهور، 3 شهور باش أنا خارجة. صافي وخلاني، وهي تجي واحد السيدة مسكينة صابني في هذيك الحالة ومكرفسة، وحازتني داتني عندها، ودخلتني عندها، وبقات شاداني عندها. دابا أنا باركة عند واحد السيدة شاداني. واخا أختي في بير جديد، كيفاش تجي للدار البيضاء؟ ديك المرا ساكنه في الدار البيضاء، لقيت مشات عند امها، مشات عند امها البير جديد وشافني، شافني في هذيك الحاله خرجت فيا
وبقيت كنعاود ليها وعاودت لها داكشي اللي وقع ليا عاودته لها وبقيت فيها هزتني جابتني عندها. عائلتك اشنو كتقول؟ في اخبار هادشي ولا ما في اخبار هادشي؟ في اخبار هما هادشي. اشنو كيقولوا؟ كيقولوا لي تزوجتي صافي سيري الله يسهل عليك ما بقيتيش ترجعي عندنا. علاش ما جيتيش عندهم؟ انتي بنتهم. انا بنتهم. صافي خوتي ما بغاونيش، والديا ميتين. خوتي اللي كاينين في الدار. خوتي اللي كاينين في الدار ما بغاونيش. بغاوكش ترجعي؟ لا. بغاونيش نرجع. خصهم ترجع مطلقة، شنو بغيتي تقولي؟ واخا اختي انتي دابا في الدار بيضاء، ما عارفاش فين تمشي، ما عارفاش فين تجي. ما عارفاش. غير هاد السيدة. غير هاد السيدة اللي وقفت معايا. هي اللي وقفت معايا وتهلات فيا وعاونتني ودابا باقا باركة عندها ما عنديش فين نمشي، باغا نكري باغا نخرج نخدم على راسي. صافي هادشي اللي كنطلب. واخا اختي نسولك راجلك شحال في عمره؟ راه عنده شي 42. وانت شحال في عمرك؟ قلتي زيدة في 89 عندك 31 سنة. عندي 31 سنة. قلتي لي أنا ما كنبغيش هو ما كيبغينيش، وعلاش تزوجتو؟ أنا كنت كنبغيه. كنت كنبغيه هو اللي دار لي داك الستون وتكرفس عليا ما بقاش بغاني. كيقول لي دير معايا شي حاجة اللي محرمها الله وأنا ما قبلتش به. عندك شي حوايج محرمة. محرمة كيطلبهم مني وأنا ما قبلتش به. صافي وتكرفس عليا ودوز بيا ديك 15 يوم مكرفس عليا صافي وهو يهزني جاب. صافي لاحق. صافي لاحلي. واخا قلتي ملي بغيتي تدعي صافي قال لك نحبسوها هنا، سيري انت طلبي الطلاق. انا ما نطلقش. سيري انت طلبي الطلاق وسني على سني بانه ما نعطيك حتى حاجه. واخا اختي قلتي لي بانك كنت مزوجه. كنت مزوجه. الاول وعندك معاه جوج ديال الوليدات. عندي جوج وليدات معاه. حتى هو كنطلب منك شي حوايج اللي محرمه. واخا اختي عندك جوج وليدات. عندي جوج. دابا خليتهم مع با. مع با. مع با. دابا انت اليوم اشنو كدوبي؟ قلتي لي حنا شفتي شنو الطلب ديالك؟ انا الطلب ديالي بغيت شي جمعيات يعاونوني وشي ناس يعاونوني ومحسنين، وبغيت نكري ونخرج نخدم ندبر على خدمه. هادشي اللي كنطلب. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف كتشوفوا معنا هاد السيده تزوجت مده 15 يوم بالزوج ديالها على سنه الله ورسوله، جات تقدم الاهل ديالها، جاب العائله ديالو، داروا عقد الزواج. تفاجئ يعني ما يعني هي انها كانت باغاه، يعني تزوجات به على الحب رغم انها ما كانتش كتعرفو في الاول. هي يعني عندها جوج وليدات من الرجل الاول، يعني مع باهم ياك اختي. مع باهم. كتفاجئ به، دوز معاه 15 يوم، جابها حتى البير جديد، يعني هي كتسكن في الوكاله، هو يلوحها قال لها ما عندي ما ندير به، سيري تلقي راسك. إذا الله يجازيكم بخير مشاهدينا، هاد السيدة راها الآن في مدينة الدار البيضاء في يعني برنوص، هاكا تسكن في البرنوصي. فالله يجازيكم بخير. هاد السيدة غير جالسة حاليا مع واحد السيدة، يعني حتى علاش غتبقى جالسة معاها؟ فهي محتاجة باش تلقى شي خدمة، فهي محتاجة باش تلقى شي مأوى تسكن فيه. فالله يجازيكم بخير، هذا نداء القلوب الرحيمة المحسنين ايضا، يعني اللي عنده الاستطاعه الماديه يحاول يكري ليها، يحاول يستاجر ليها شي بيت او شي ماوى، او يحاول يلقى ليها شي عمل ما. الله يجازيكم بخير. الرقم ديالها باش تواصلوا معاها هو 0778 98 90 16 0778 98 90 16.